أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب بالنتائج المالية الإيجابية التي تم تحقيقها خلال عام 2019 مقارنة بالعام 2018 بفضل الجهود الفاعلة والتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي أولت مصلحة الوطن والمواطن في الدرجة الأولى وفق منهجية العمل التعاوني وبروح الفريق الواحد، تحقيقا لتطلعات وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأعربت معاليها عن بالغ الشكر والتقدير للجهود المضنية والمتابعة الحثيثة والتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي كان لها الأثر الفاعل والرئيس بما تحقق من نتائج مالية إيجابية، مشيرة معاليها إلى أن استمرار العمل على تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي وتحقيق أهدافها ومواصلة التعاون الحكومي النيابي. وأوضحت أن التقرير التفصيلي للنتائج المالية الإيجابية وما بينه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في لقائه مع رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب وإطلاعهم على مسار تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي وضمن مؤشرات الأداء للبرنامج دون المساس بمصلحة المواطن.